انا عارفه ان البوليس بيعمل اللي عليه، بس انا يعني انا ممكن انزل صورهم، يا ريت اللي يشوفهم في اي حته ارجوكوا بلغوا البوليس، انا عايزه حق بابا يرجع. هو اتاخد بدري واتاخد على اخوانا واتاخد هنا عند بيته تحت، كانوا متربصينه تحت وعايزين يموتوه. وكريم ده قالها لي قبل كده، قالها لي انا هحصر قلب ابوك عليه. ويقول لي بابا روح حاسب لي عشان معيش فلوس، يقعد على القهوه يطلب مشاريب ويمشي، وبابا اللي يروح يحاسب على القهوه يقول له انا معيش فلوس، معوش فلوس يروح الشغل مواصلات، كان بابا اللي بيديله، عمل له كل حاجه كويسه، واخرها خالص راح عمل له هنا استوديو صوت في نفس العماره اللي بابا ساكن فيها، قال له اختار انت المشروع اللي يعجبك وانا هدفع لك فلوس وهعملهولك علشان انت تصرف على بيتك ما دام ابوك ما بيساعدكش. بابا واقف وعلاء وعمرو اللي هو ابو كريم وخاله بيتربوه وناس تانية انا ما اعرفهاش. بعدين انا لقيت كريم ماسك حاجه في ايده، طبعا في وقتها انا ما ركزتش هي ايه، بس كانت حاجه قد كده، وقام ضرب بابا بيها، بابا ما كانش شايفه فضرب بابا بيها في الحته دي. اول ما ضربه بابا لقيته فجاه وقع على الارض والدم بدا ينزل منه، وهما جريوا بسرعه عدوا الناحيه الثانيه والدكاتره ربوها، يعني هما كانوا حاضرين كذا توك، والدك وقع في الفقر في الارض اغمى عليه؟ لا ما اغمش عليه، وقع الدوخه طبعا دوخته جدا في وقع. وقع في وقتها والناس مشوا بسرعه جريوا محدش لحقهم بالدكاتره. بعدين بنبص لقينا ودن بابا مقطوعه اصلا من قيمه الضربه، وان هو ضربه برخامه، والرخامه دي من وراها اللي هو اسمنت، يعني رخامه كبيره قد كده. هي معتقدة حرز يعني حتة رخامة اللي اتضرب بيها، رخامة بظهرها اسمنت كانت كبيرة جدا. بابا دماغه اتفتحت، حاولي يا ولاد انا بموت، روحي بتطلع. وفعلا في وقتها اول ما وصلنا المستشفى كان هو اصلا مات، فمن ساعتها هم هربانين.